بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أحبائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية، نستكمل مع بعضينا آخر جزء من رحلتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نراجع الهيستولوجي أوف ذا جي أي تي. والهيستولوجي أوف ذا جي أي تي سهل جدا وبسيط، نراجعه بس مع بعضينا. رقم واحد معانا الاورال كافيتي، معانا كذا شريحه في الاورال كافيتي. رقم واحد الليب، رقم اتنين الطنج. كده عرفنا ان اللايننج عباره عن استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، لكن لو كان في الطنج زي ما احنا شايفين كده، فاهم حاجه بتميز لي الطنج ان الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم بيبقى عامل لينجوال بابيلا، بيبقى عامل لينجوال بابيلا، يعني بيبقى طالع ونازل زي اسنان المنشار. طبعا دي اسمها الفيلي فورم بابيلا، لان زي ما اتعلمنا الفيلي فورم اول ديستريبيوتد اول اوفر ذا تانج، الفانجي فورم بتبقى على التب، والسيركم فاليت ذات نفسها بتبقى من ورا على السيركم ترمينال، فدي ذات نفسها الفيلي فورم بابيلا. وطبعا الكور عباره عن سكليتال مصل، فيوم ما الاقي استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم بيبقى عليه طبقه من الكراتين تمام بسيطه بتبقى موجوده على الدورسال اوف ذا تانج وعامل بابيلا، فده كاركترستيك فور ذا تانج، والكور عباره عن سكليتال مصل، فبالتالي استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم تمام وعامل بابيلاري فورميشن، عامل بابيلاري فورميشن، فده ذات نفسه بتاع الطنج. لما نيجي نبص هنا تمام، دي عباره عن اسيناي، دي عباره عن اسيناي، لكن اسيناي بيبقى فيها ايه؟ فات لوبيول، اسيناي بيبقى فيها فات لوبيول، لونها اغلبها ايه؟ احمر، فدي سيرس اسيناي، فلازم نتاكد معايا سيرس اسيناي، اذا دي حاجه من اتنين، يا اما باروتيد يا اما بنكرياس، يا اما باروتيد يا اما بنكرياس. بفرقها منين؟ عن طريق الفات لوبيول ذات نفسها اللي موجود فيها، فاللي فيها فات تمام امبيدد ان ات، فدي بتاعت ايه؟ بتاعت الباروتيد جلاند. اللي ما فيهاش فات دي بتاعت البنكرياس. اذا يوم ما الاقي الشريحه قدامي عباره عن كلها عباره عن اسيناي حمراء وفي النص فيه فات لوبيول، اذا دي ذات نفسها بتاعت مين يا اولاد؟ بتاعت الباروتيد. لكن اللي ما فيهاش تمام بتبقى سبتيتد ومقسمه، فدي ذات نفسها بتاعت البنكرياس، فدي صوره للباروتيد جلاند، دي صوره للباروتيد جلاند اللي هي السيرس اسيناي. دي برضه صورة تاني ليها أوضح، مالتيبل سيرس أسيناي سبتيتد باي وايد ستة وبيبقى فيها إيه؟ الفات لبيول، فدي صورة للباروتيد جلاند. نيجي نقيم الصورة دي، استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، حلو الكلام. رقم اتنين نون كيراتينايزد، استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم نون كيراتينايزد، كلام جميل. تحت بقى في ايه؟ في مالتيبل جلاند موجودة في الصاب ميكوزا. إذا مين اللي موجود معاه جلاند في الصاب ميكوزا؟ الأسوفيجاس. إذا الأسوفيجاس بعرفه بثلاث أدلة، رقم واحد استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم نون كيراتينايزد، رقم اثنين بريزنت أوف صاب ميكوزا جلاند، رقم ثلاثة بيبقى موجود من ورا في سكليتال مصري. إذا بعرفه بثلاث أدلة، استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم نون كيراتينايزد، صاب ميكوزا جلاند، واسترياتد مصري. اهو ده نفس الكلام، بص معايا الصورة فيها التلات أدلة، استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم نون كيراتينايزد، في صاب ميكوزال جلاند ميوثرس ان اس نيتشر، وآخر حاجة من تحت باصص عليها استرايتد مصل. إذا يوم ما جمع التلات أدلة دول ذات نفسهم للأسوفيجاس. ده عبارة عن تمام يوم ما الاقي في ديفيوز جلاند كده تمام، اللايننج عبارة عن إيه؟ سيمبل كولومنر ايبيثيليوم، عبارة عن طبقة واحدة سيمبل كولومنر ايبيثيليوم ومليانة كل اللامينا بروبريا معاها جلاند. إذا مين الاستراكشر اللايند باي سيمبل كولومنر ميوكاس سكريتنج ايبيثيليوم ومفيش فيه ولا جبلة سل واحدة وكل اللامينا بروبريا اتز
لوكيتد باي جلاند، فده عباره عن تمام الاستومك، دي الاستومك الخلايا الحمراء دي كلها عباره عن البرايتال سيل اللي بتبقى موجوده في الابر بارت تمام اوف ذا اوف ذا فاندنج جلاند. فبالتالي ده ستراكشر لايند باي سمبل كولومنر ايبيثيليوم ميوكس سكريتنج نو جوبلت سيل، بالاضافه لكل ده مليان في اللامينا بروبريا جلاند، اذا دي ذات نفسها عباره عن الاستومك. دي صورة للصب مانديبولار سليفري جلاند، وانا اعترف ان هي صعبة، انا اعترف ان هي صعبة. ليه؟ لان هي 90% منها سيرس و5% بس منها ايه اللي ميوسرس، فمحتاج انك تلف الشريحة كاملة وديتكتد. انا معظم اللي قدامي ده عبارة عن سيرس، معظم اللي قدامي عبارة عن سيرس، ما عدا شوية باهتين بس في النص هم ايه؟ هم اللي ميوسرس، هم ذات نفسهم اللي فاتحين. فدي عبارة عن سليفري جلاند. هتقول لي هل هي باروتد ولا هل هي صب مانديبولار؟ هقول لك لازم تلف الشريحه كلها عشان تدك الشويه ذات نفسهم البيل ذات نفسهم اللي موجودين اللي هم الميوسينس اسيناي، لان هي لو كلها حمراء باروتد، كلها ذات نفسها باهته اذا هي صب لينجوال، لكن 90% حمراء 10% باهته دي الصب مانديبولار، فهي شريحه من الشرايح الصعبه، بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هي ما تنزلش. تمام، عرفت انها سليفري جلاند عن طريق البارينكيما وفي الفات ذات نفسه اللي موجود ايه؟ اللي موجود في النص. فدي سيرس اسيناي 90% والشويه اللي باهتين من على البريفري دول هم الميوسرس، فما دام هي ميكس بنسبه 90% سيرس 10% ميوسرس اذا دي صب مانديبولار سليفري جلاند. ده برضه تمام ايه؟ صور لسليفري جلاند، صور للسليفري جلاند عباره عن اسيناي متعامله بسبته فيها الفات بتاعها معظمها سيرس اسيناي، فدي ذات نفسها صوره للباروتيد، دي صوره اللي فوق دي صوره للباروتيد، صوره للباروتيد. من تحت تمام في شويه سيرس وشويه ميوسرس، شويه منهم حمر غامقين وشويه منهم فاتحين، فاللي تحت صوره للايه؟ للصب مانديبولار، فاللي فوق كومبليتلي سيرس باروتد، اللي تحت تمام شويه سيرس وشويه ميوسرس شويه فاتحين مبهتين الصوره، فدي صوره للصب مانديبولار كمقارنه ايه؟ كمقارنه بيناتهم. فاللي فوق بيورلي سيرس، اللي تحت تمام ميكسد سيرس وميوسرس، هتبقى صب مانديبولار. دي الصب لينجوال تمام، دي عباره عن صوره كلها زرقاء، كلها باهته، كلها زرقاء كلها باهته تمام، مفيش لون احمر فيها خالص. لما تيجي تقارن من هنا، هنا كلها احمر، هنا كلها احمر، اللي في النص ده الفات اللي بيقول هنا شويه حمر وتحس فيه شويه باهتين فاتحين مفتحين اللون، اذا دي ذات نفسها الصب مانديبولار. اذا الفرق ما بين السرس والصب مانديبولار تمام، الفرق بين السمع وذا العمى، واحده حمرة خالص وواحده ذات نفسها ايه؟ باهته خالص. المشكله تمام ايه؟ مشكله في الصب مانديبولار، انها شويه سرس وشويه ميوسرس. اذا البيورلي سرس باروتيد، البيورلي ميوسرس صب لينجوال، الميكسد اللي في النص، الميكسد اللي في النص دي ايه؟ دي الصب مانديبولار سليبري ايه؟ جلاند. ده ذات نفسه منظر لما نيجي نعلق عليه. معايا هنا ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، جميل. في من تحت معايا كور اوف سكليتال ماسل، لكن شايف انا معايا الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم مغطيها من الثلاث جوانب، من هنا ومن هنا ومن هنا. اذا مين الاستراكشر اللي بيلفه الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم من الثلاث جوانب؟ ده عباره عن الليب، ده عباره عن الليب. الفرق ان هنا بص على الجانب ده في هير فوليكل، الجنب ده يا اولاد اللي طالعه من هنا هير فوليكل، لكن هنا مفيش هير فوليكل. اذا من هنا لايند بايسن سكين، ومن هنا عباره عن ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم نون كاراكترايزد. طب وهنا ده عباره عن ثين سكين لكن موديفاي، اللي هي اسمها الفيرميونس بوردر او الليب بوردر، بتبقى عباره عن موديفايد ثين سكين، مفيش فيه هير ولا سبيشالز جلاند ولا تمام ايه سويت جلاند، لكن بيبقى ريتش ان بلاد سبلاي. اذا يوم ما الاقي استراكشر ذات نفسه عامل زي الجبه، عامل زي الجبه تمام، اذا القبه دي بتاعت الليب، الجبه دي بتاعت الليب، هنا السكين بارت، هنا الميكوزال بارت، وهنا الريد مارجن او الفيرميونس مارجن. الكور عباره عن سكليتال ماسل. ده منظر للجاستريك جلاند، ده منظر للجاستريك جلاند سيمبل
كولاما ميوكاس سكريتنج ايبيثيليا، مفيش ولا جبله سل واحده، كل دي الجلاند اللي ماليه اللامينا بروبري، كل دي الجلاند اللي ماليه اللامينا بروبري. تمام، بيبقى في البيزال بارت في التشيف سيل، وفي الابر بارت بيبقى موجود البارايتال سيل، واللي في نص الاستراكشر ده اسمه الجاستريك بيت. دي مناظر الخلايا اللي بتبقى موجوده هي في الجاستريك. تمام، تبقى موجوده في الجاستريك جلاند. تمام، دي المناظر الخلايا اللي موجوده في الجاستريك جلاند اللي ليها مايكروفيلاي، ده كل ده بالالكترون مايكروسكوب. تمام، معايا سيرفس ميوكاس سيل، في ميوكاس نيك سيل، في معايا البيبتيك تشيف سيل، تعرفها منين؟ من الزايموجين جرانيول، من الزايموجين جرانيول. وهنا ديفيوز نيورو اندوكراين سيل، تعرفها منين؟ عن طريق الانفرا نيوكليار فيزيكل، عن طريق الانفرا نيوكليار فيزيكل. فهنا الزايموجين جرانيول سوبرا نيوكليار دي تشيف سيل، وانفرا نيوكليار دي ذات نفسها للديفيوز نيورو اندوكراين سيل اللي ليها مايكروفيلاي، اللي ليها مايكروفيلاي دي البرايتال سيل. طول ما هي مليانه ميوسين، طول ما هي مليانه ميوسين فدي اسمها ايه؟ سيرفس ميوس. تمام، ميوكاس سيل اللي ليها زايموجين جرانيول سوبرا نيوكليار تشيف سيل، اللي ليها انفرا نيوكليار دي الديفيوز نيورو اندوكراين سيل، اللي ليها مايكروفيلاي دي ذات نفسها ايه؟ البرايتال سيل. اول ما هتبص هنا رقم واحد السيرفس ايبيثيليوم بدا ان هو يرفع، بص معايا السيرفس ايبيثيليوم بدا ان هو يرفع، فبالتالي بقى عامل فيلاي. اذا انا كده دخلت انا في سمول انتستين. طب سمول انتستين هل ديودينم ولا جاجينم ولا ايليام؟ نشوف رقم واحد علامه الديودينم ايه؟ وجود جلاند موجوده في الصاب ميكوزا. علامة الجاجينوم ايه؟ صافي مفيش فيه اي حاجة. علامة الاليام ايه؟ وجود البريور باتشز. فبص من تحت الاقي فيه جلاند موجودة تحت الماسكولاريز ميكوزا، الاقي فيه جلاند موجودة تحت الماسكولاريز ميكوزا في الصاب ميكوزا اللي هي الجلاند دي اللي هي اسمها ايه؟ البرانر جلاند. فيوم ما الاقي فيلاي وبرانر جلاند اذا دي ديودينوم، يوم ما الاقي فيلاي ومعاها برانر جلاند موجوده في الصاب ميكوزا اذا دي اولاد الديودينوم. تمام، ابص عليها تاني باين السيرفس بدا يعلى، بدا يبقى فيه فيلاي اذا انا في سمول انتستين، وبريزنس اوف صاب ميكوزا الجلاند اذا دي ذات نفسها ايه؟ الديودينوم. الجاجينوم في فيلاي، لكن بص هنا على الصاب ميكوزا، بص هنا على الصاب ميكوزا مفيش جلاند. فعشان كده انت في ديودينم ولا جاجينم ولا ايليام؟ الديودينم لازم الاقي جلاند في الصاب ميكوزا، الجاجينم ما الاقيش فيه حاجه، الايليام لازم ايه؟ برومينانت بريور باتشز، برومينانت بريور باتشز. ده برضه صوره ثانيه للجاجينم، ادي فيلاي اهو من فوق بدات الدنيا ترفع، لكن من تحت شايف فيه جلاند؟ لا، اللي ما فيهوش جلاند ده ذات نفسه الجاجينم، اللي فيه جلاند ده ذات نفسه ايه؟ الديودينم، اللي فيه بريور باتشز ده اسمه ايه؟ الاليوم. تيجي تبص هنا ده شكل الكريبتو اوف ليبر كانز، ده شكل الكريبتو اوف ليبر كانز. اهم حاجه مميزه ليها ايه يا اولاد؟ الجوبلت سيل، اهم حاجه مميزه ليها الجوبلت سيل. عشان كده يوم ما قلت لك شايف شوف الكريبتو اوف ليبر كانز، تعرف تبص على تحت الميكروسكوب لوحديها ده الكولون، بصيت في اللامينا بروبريا والصاب ميكوزا لقيت فيها اوفا اذا دي بالهرزي عليه بوليباي. تمام، لقيت فيها مالجنانت جلاند ادينوكارسينوما، لقيت ذات نفسها الترع البيضة اذا دي ميكويد ادينوكارسينوما. اذا مهم جدا انك تعرف شكل الكريبت، مهم جدا انك تعرف شكل الكريبت، ان هي بتبقى ريتش ان جوبلت سيل، ريتش ان جوبلت سيل، وكلها تيوبيولار جلاند تمام بارلل تو ايتش اذر وريتش ان جوبلت سيل، ريتش ان جوبلت سيل. فده منظر الكريبت اوف ليبر كانز بتاع الكول، شفتها لوحديها اذا دي بتاعت الهيستولوجي، شفت تحت في اللامنا بروبريا بالهرزيا الاوفا اذا بالهرزيا البوليد، شفت مالجنانت جلاند تمام اذا ادينوكارسينوما، شفت الترع البيضة اذا دي ميكويد ادينوكارسينوما، عشان ما تتلخبطش ما بين شرايح الهيستولوجي وشرايح الباثولوجي. تمام، فدي علامتك اهو، بص ده شكل ايه؟ شكل الكريبت، شكل كريبتو فليبر كانز، تبقى ريتش ان جوبلت سيل، ريتش ان جوبلت سيل، وتحت هنا شايف الصاب ميكوزا بتاعتها؟ فري.
شايف الصاب ميكوزا قد الماسكولاريز ميكوزا، شايف الصاب ميكوزا بتاعتها فري، لكن لو لقيت فيها بالهرزيا الاوفا مترصصه اذا بالهرزيا البوليم، لقيت فيه مالجنانت جلاند ادينو كارسينوما، لقيت الترعه البيضاء ميوسينوس ادينو كارسينوما. اذا اهم حاجه تميز شكل الكريبت، ومن الكريبت تبدا تسيستم دماغك. تمام، اذا ده قولون، هل ده القولون بتاع الهيستولوجي ولا في البرهازيا الاوفا بتاعت الباثولوجي ولا الادينوكارسينوما ولا الميكويد ادينوكارسينوما؟ تمام، كل ده على حسب اللي موجود بعد كده. تمام، تحت موجود فين؟ في الصاب ميكوزا. ده طبعا الليفر مفيش اختلاف عليه، السنترال فينو تترتب حوله الخلايا كاشعه الشمس. تمام، ان 1 تو 2 سيل كورد، محدش يختلف على شكل الليفر من سنه اولى عارفينه من الهيباتوسايت. ادي اهو السنترال فين تترتب حوله الخلايا كاشعه الشمس، 1 2 2 سيل كورد. تمام، ادي برضو منظر الليفر، في النص ده السنترال فين وتترتب حوله الخلايا كاشعه الشمس. اذا الليفر ذات نفسه مفيش اي اختلاف عليه. ده منظر البنكرياس، عباره عن سيروس اسيماي، في الفات في الفات لا، عشان اقول لك ان الفرق ما بين السيروس اسيماي بتاعه السليفري جلاند وبتاعه البنكرياس هو البريزنس اوف فات لوبيول، هو البريزنس اوف فات لوبيول. شايف هنا في فات لوبيول، اذا انا دلوقتي فين؟ في سليفر جلاند مين البروتين، انها كلها سيرس اسيناي، لكن لما الاقي نفس السيرس اسيناي اللي انا متعود عليها وزود فات لوبيول، اذا انا بتعامل مع بنكرياس. اذا البنكرياس هو عباره عن اسيناي، سيرس اسيناي، الصبغه بتاعتها اغمق شويه، بازوفيليك نتيجه ايه؟ الزايموجين جرانيول، ومفيش فات موجود في النص اهو. تمام، لوبيوليتد متقسم ومفيش فات موجود في النص. تمام يا اولاد، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يبقى لذيذ وممتع، وربنا يكرمكم ويوفقكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.